الأهلي يفوز على المقصة بهدف وحيد لأليو ديانج. هي نفس نتيجة الشوط الأول. الشوط الثاني مش عارف يعني زي ما يكون تطرق الإحساس للعيبة أن الماتش خلص أو الفرقة اللي قدامهم يعني مش هتقدر تخش في أجواء المباراة مرة ثانية. ده اللي احنا شفناه الشوط الثاني. كابتن شريف ألف مبروك، هو الهدف تحقق بثلاث نقاط مظبوط، ولكن يعني في علامات استفهام على الأداء الشوط الثاني. في فارق في الامكانيات بقى، يعني نتكلم كوره بقى. اذا كنا بنقول ان احنا لعبنا ربع ساعه وجبنا فيها جول وكان عندنا رؤيه وبنحضر الراجل اللي جاي ورا والراجل اللي جاي ورا عنده الامكانيه ان هو يلعب كوره جوه الجول بهذا الشكل بليسنج يعني على الارض، فانك تيجي شوط بعد كده ما تشوفش حاجه خالص او ما فيش اي كوره واحده فيها علامه اللاعب حتى بيوصل لغايه ناحيه اليمين مش قادر يلعب الكره بالعرض، كل الكرات العرضيه على الارض نص كده ملك للفريق المنافس يعني. لا في يعني في لعيبه تمسك الكره تطمن، ها في لعيبه تمسك الكره هم نفسهم مش عارفين عايزين يعملوا بيها ايه، تفكير بطيء جدا زي ما يكونوا مش عايزين يلعبوا يعني زي ما يكونوا هم مش جاهزين يلعبوا. خلينا نتكلم كلام تاني، مش جاهزين يلعبوا او مش قادرين يلعبوا او بعاد خالص فكريا وذهنيا عن الملعب نفسه. وقلنا في الاول وفي الاخر دي مباراه، يعني انا نازل العب يعني مش لازم عليا حد بيرعبني او اي حاجه، لا لا لا، انا لعيب كوره بنزل العب ادي امكانياتي اللي انا معروف بيها او اللي انا الناس استقدموني بيها. والمعيشه عندنا في النادي الاهلي يا جماعه مش كده، عندنا جماهير في المدرجات بتفهم كوره كويس قوي ورايحين ينبسطوا، رايحين يشوفوا باص 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 تدوير وكره بتيجي من ناحيه بتنتهي بهدف، الراجل راح ينبسط وراح يشجع وراح يطلع الادرينالين اللي عنده عن طريق الماتش ده. مش هروح على طول احنا تحت اختبار، على طول احنا اي كره بتجينا بنهتز فيها وممكن تبقى هدف على طول. انت المره دي الفاول جه من خط ال 18 بالسنتيمترات، ها المره الجايه هيبقى جوه، وزي ما انا قلت لك الدوري يخلص بقى وما عندناش فرصه ثانيه وندور بقى على حاجات ثانيه. وبعدين لازم ايه اللي يعني ليه بتعمل لنفسك المشاكل دي كلها؟ طب ابسط حاجه ايه في الكوره؟ ان انا امسك الكوره باص 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 حتى انا الكوره هي اللي تجري مش انا اللي اجري، لو انا تعبان زي ما انا شايف يعني الكوره هي اللي تجري، لو انا خدت خطوتين بس هلاقي الكوره مع فرقه كمان مش مساعداك، يعني كل فرقه بتتفرج عليك في الاول تقول لك اكسبني، كل فرقه بتبقى اسمك كبير قوي، الناس بتلعب مخضوضه من الاسم، انت لازم تواكب القصه دي بطريقه اكتر اجريسيف اكتر شرسه نخوه. انت كنت بتقول هيبه يا علاء، فاكر هيبه اكتر هيبه، يعني انا لو لعبت ومش قادر وعندي الهيبه وعندي الحراره وعندي الروح وعندي هيبقى شكلي اعتقد مع الفرقه اللي انا بلعبها اقوى بكتير قوي من الشكل اللي احنا بنتفرج عليه ده. ما بتكلمش على لاعب معين ولا بتكلم على حد، انما الراجل المدرب بيتفرج واحنا هنرجع نقول المدرب ده كويس ولا المدرب ده وحش ولا طب ما هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت لو مكانه هتعمل ايه؟ دي بيستعرض ده وبيستعرض ده وبيستعرض في الامكانيه اللي موجوده. الغريب بقى ان انا شفت الناس اللي عندها كوره بتسخن كويس؟ شفت وليد سليمان اللي هو اكبرهم سنا عنده كوره بيسخن كويس؟ قلت كويس اهو وليد هيمسك كوره في نص الملعب، ما لقيتوش. لقيت التغييرات كلها فجاه الماتش قلب عليا انا وبقيت خايف، ابتديت العب اطلع الاطراف بتوعي، ابتديت انزل حمدي فتحي في نص الملعب يمسك الكره مع ديانج، السيناريوهات بتتغير، لا لقيت زياد طارق ولا لقيت محمد محمود ولا لقيت وليد سليمان، ها لقيت الناس اللي احنا عايزين نريحهم اصلا. فظروف المباريات والظروف اللي انت بتمر فيها دي انا بالنسبه لي مش اكتر من قصدك معلول وهاني وحمدي هنادي الناس احنا قاعدين نريحهم اصلا عشان ناخد منهم ماتشات اللي هي معلول وحمدي حكايه بالنسبه لي انا. دي امكانيات، دي امكانيات لعيبه بتلعب معانا دي امكانياتها،
تطلبش بقى اكتر من كده. انت لازم تدور الحكايه بقى بالناس اللي عندها كوره عندك وافكتيف وليهم خبرات وكده ودوس بقى. مالكش غير في اللي يديلك. انا محتاج اللي يديني دلوقتي. محتاج هو الفكر ده، انما انت هتسلم الفوطه بالشكل ده. احنا انا في انا بعد الماتش عايز اقول لك ايه، انا في حاجات بتحصل شواهد كده، ده ما احنا ما اتعادلناش النهارده وكسبنا احنا اللي هناخد الدوري. انت قلت لي كده فعلا مش كده؟ قلت لك احنا اللي هناخد الدوري. رد الفعل بقى عليا انا هيحصل ايه بعد كده؟ هجوم. مش عارف الناس هتقول ايه؟ اهلاويتك ازاي ده؟ مش عارف. لازم نواكب كمان اسلوب لعب وطريقه لعب. انا اقول عليها الكلام ده. ايوه. قلنا بنمشي على سطر ونسيب سطر، الحمد لله ان كسبنا الماتش اللي فات والماتش ده. الحمد لله. خلاص. في دوافع نفسيه بقى، كل ما تكسب عايزين نبطل نغمه بقى، انت مرهق، انت تعبان، يحسن هم يصدقوا كمان. يعني يحسن اللعيب يصدق نفسه ان هو مرهق و... لا لا لا، مفيش حاجه اسمها ارهاق بقى خلاص. قصدك على بعض اللاعبين. بقى هو ده المتاح بالنسبه لنا احنا. هم دول المتاحين بالنسبه لكم، الباقي كله متعوض. أي. مستشفى كلها. ايوه. يعني العافيه انت راح تقدر تقول حسام حسن ولا محمد شريف ولا صلاح محسن؟ لا خلاص. هو حسام حسن. مفيش بدائل في بعض اللعيبه. فهمتني؟ عايز تجيب له محمد فخري النهارده. مفيش. ما مش هيساعدك انك تقول اه يبقى بديل. مفيش علينا النهارده. هنرجع ندور على زياد طارق وندور على وليد سليمان. لازم نبتدي بقى المباراه وحاجات كده. انت لازم تبقى عندك جرأة في اللعيبه اللي هي تديك 40 دقيقه تخلص جون واثنين. احنا من اول الماتش لاخر الماتش قاعدين نقول هو هتجيب هدف ان شاء الله والهدف اللي بعديه بس. هتلاقي الدنيا سهله قوي. ف خلاص هي مرحله لعيبه بقى بيني وبينك يعني. لاعب لازم يعسكر بنفسه كده لنفسه ويدي كوره بقى اللي احنا يعني كل ما كان بيجري في الملعب كل ما هيلاقي الكوره في رجله، كل ما بنجري في الملعب بنلاقي الكوره في رجلينا. فكل ما بنجري في الملعب بنساعد بعض، نساعد واحد زي ديانج ده. يعني رامي ربيع اكبرهم سنا، خدتكم موت نفسه النهارده وبينطوا، الوحيد اللي بيطلع ياخد عايز ياخد كوره عاليه. باقيين بينطوا مكانهم. ايوه. ف طلب من الكابتن احمد عبد القادر وبقيه اللعيبه لا لازم تبحثوا شويه انك انتوا تدونا اللي اديتوه لنا. انا عايز نقول على احمد عبد ده من احسن لعيبه مصر واتخذ منتخب وراح فين بقى؟ احنا عايزين نشوف الكلام ده بدون مسميات. انا مش عايز اقول احمد مثلا او لعيب معين يعني كويس، انما انا انت قلت كابتن. اه قلت خلاص، بس انا قلت عشان انا محتاجه دلوقتي. ايوه. ما انا قلت عليه انه من احسن الناس قبل كده. أيوه. انا محتاجك دلوقتي. فا هم اللعيبه فاهمه انا عايز اقول ايه. يعني لازم المرحله الجايه دي كلها يا جماعه دي مرحلتكم انتم، وخلينا بقى نقعد نقول لكم شكرا. يعني شكرا انك انتم اديتوا بالنصيحه، اديتوا لازم نتكلم مع بعض. دايما احنا نتكلم مع بعض، انت سمعت ونفذت، هي دي الفرصه يعني. فبالتوفيق مبروك الاول النهارده، والحمد لله عدت على خير، وعقبال ان شاء الله ما الاداء يتحسن باذن رب العالمين. كابتن علاء قبل الماتش قلت لي انا يهمني في المقام الاول الثلاث نقاط. لكن يعني مع احترامي للمقصه يعني مش عايز اقول خصم متواضع، ولكن يعني ما كانش ليه اي خطوره الا نادرا من كرات ثابته. تحقق الهدف بس شفنا اخطاء كتير بتحصل برضه في الملعب. شفنا كميه تمريرات مقطوعه النهارده غريبه جدا، مع ان ما فيش ضغط من الفرقه الثانيه. بص يا مبدئيا بس ايه نقول ايه مبروك ثلاث نقاط. كويس. هو سؤال بس عشان احنا اتكلمنا بين الشوطين قبل المباراه في انك ازاي تجيب جول واثنين وثلاثه. لو كره احمد عبد المنعم دي مش اوف سايد كان ايه اللي حصل في الماتش النهارده؟ كهرباء تعادل. لا الماتش كان خلص 1-1 صح؟ يبقى انت زي ما بيقول كابتن شريف ما تسالنيش على الدوري. عشان ليه؟ عشان انت برضو نفس المشاكل ونفس الاخطاء. 1-0 مع فريق متواضع جدا وسايب المباراه لظروفها. طب وبعدين؟ الكره دي انا الكره دي بعد ما اتحسبت فانا يعني اتنحت شويه كده بقول الكره دي لو مش اوفسايد كان ايه اللي حصل؟ كابوس بجد والله. كابوس والله. طب ايه كان ايه اللي حصل؟ ونرجع بقى نتخانق عايزين خمس دقايق ومش عايزين عارف ايه وعايزين ايه وتلاقي الملعب بقى بقى نار. ليه؟ يعني انت مستني توصل دي ليه؟ خلاص؟ ثلاث نقاط خلاص مبروك وتروح نقطه بقى ايه وتتكلم. مين اللي احنا لما نيجي نتكلم تيجي تتكلم فنيا انا مش هتكلم عليها فنيا
اذا كنا هنتكلم بقى نتكلم ما في... انا مش لاقي اي فن اتكلم عليه خالص. ما فيش، لا ما فيش اي فن خالص. يعني كابتن شريف بيقول احنا كسبنا المباراه السابقه وكسبنا المباراه دي. معلش يا جماعه، انت بتلعب مين الماتشين اللي فاتوا؟ الماتش اللي فات كان ليه ظروف، واحنا كنا عازرين كل المجموعه، اللعيبه والمدير الفني كله كان في عذر ان انت خسران الكاس مع الزمالك باداء غير مقنع لكل جماهير النادي الاهلي، فاحنا كنا عازرينهم فعلا. لكن لما تيجي مباراه النهارده مع فريق هبط تقريبا، هبط خلاص، واداء متواضع، معلش اداء متواضع من الفرقتين، لا يبقى كده في حاجات غلط كتير قوي. ما ينفعش يبقى ده اداء النادي الاهلي يا جماعه، ما ينفعش يبقى ده اداء لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى ده تفكيرهم، ما ينفعش يبقى ده يعني حتى الريتم الجري، تفكيرك في الملعب، تركيزك في الملعب. انا حاسس يا ايمن، عارف لما تكون بتقضي واجب اللي هو انا بحرق وقت وخلاص، 90 دقيقه عايزه تخلص والحكم مصفر وخد ثلاث نقاط وخلاص، ماتش اعتزال، ماتش اعتزال. يعني انت جبت جول بدري، فالطبيعي اما تجيب جول بدري خلاص انهي على المباراه بقى، وبعدين سير المباراه زي ما تحب، انا موافق. ايوه زي ما انت عايز. أيوه. باص وما تحركش على واقف وتعمل ريكفري لنفسك في الملعب انت من غير اي اجهاد. انا عن نفسي احسن من المنظر شفته النهارده ده، انما انت سايب المباراه مع فريق مش بيقولوا معالم حتى، يعني حتى كان مش عارف كابتن شريف او عادل كان بيقول هيلعب 4-5-1. حتى المعالم دي مش باينه، هو بيلعب عادي جدا، الملعب مفتوح تماما، مفيش ضغط عليك، مفيش حق يعني. صح. لما اجي بقيمك انا بشوف انت الضغط، يعني بشوف الضغط عليك النهارده في المباراه ازاي، او تعرضت لايه، او ايه مدى صعوبه المباراه النهارده. النهارده 96 دقيقه انا مش شايف صعوبه من فريق المقاصة تذكر، مفيش صعوبه خالص. يعني مش قافل عليك الملعب، او عامل مثلا اخر تلت الملعب عامل مان تو مان ومقفل الدنيا عليه، لا خالص. ده الراجل بيلعب زي ما انت بتلعبه، الملعب مفتوح من ناحيتين، كل واحد بيلعب الكره تيجي على دماغه. انا والله انا حاسس النهارده يعني معلش هقول لفظ كده، كره عشوائيه بحته، كره عشوائيه من الفرقتين. ماليش دعوه فرقه المقاصة، امكانيات لعيبه فرقه المقاصة هو ده ادائهم، لكن انا بتكلم عن فريق البطل، فريق ولعيبه النادي الاهلي. يا جماعه ما ينفعش يبقى ده ادائنا، والله العظيم ما ينفع. انت بتتكلم من زعلك، انت بتتكلم من قلبك. يعني بتكلم من زعلي وبتكلم يعني من قلبي، ومش انا ما بحبش اشوف الشكل ده، انا بحب المنظر مش ايوه، انا بحب اشوف المنظر ده يا ايمن، انا بحب اشوف لعيبه النادي الاهلي كده. انت بتلعب على بطوله غاليه جدا، وقلنا ان انت ما عندكش تفكير كتير. طيب ماشي، ما عندكش اختيارات كتير، انت عندك جنب بتلعب على هدف واحد بس، انت بتكسب، بتلعب على ثلاث نقاط كل مباراه، مباراه كؤوس. مباراه كؤوس ما تلعبش كده، مباراه كؤوس بتلعب بجديه جامده جدا، تركيز كويس قوي، لعيبه نازله مش مركزه غير في ال 90 دقيقه، انا عايز اخلص المباراه دي بسرعه، هدف واثنين وثلاثه وضغط على الفرقه. ابقى قاعد انا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستاد، او قاعد في بيتي، او قاعد هنا في الاستوديو، انا قاعد مطمن على الفريق. مظبوط. انا مطمن. انا اتحداك النهارده لو في واحد في استاد الكليه الحربيه كان النهارده خارج بيقول الله على لعيبه النادي الاهلي انا مطمن. لا سيبك من اللي خارج، هو اللعيب النهارده وهو طالع بالمنظر ده بيبقى راضي على نفسه؟ ما هو ده، بص احنا كنا في الموضوع ده كتير قوي، وقلنا دايما اول واحد بيحاسب اللعيب بيحاسب نفسه قبل ما يدور فني يحاسبني، او قبل مثلا ما صاحبي يحاسبني، او جاري، او ما انت الناس كلها عارفاك، او مثلا ناقد يحاسبك، او في السوق تحليل يعني تقول بعض التوجيهات. انا مش مستني كده، انا بحاسب نفسي. انا كنت ايه النهارده، انا اخطات في ايه، انا ازاي اعمل التمريرات دي كلها، وحاسب نفسي انا اعمل كل التمريرات الغلط دي ليه، وايه الصعوبه اللي في المباراه النهارده، وايه الضغط اللي معمول عليا. هو ده لعيب الكره اللي عايز يبقى كويس، هو ده لعيب الكره المفروض يبقى في النادي الاهلي، محاسبه النفس. انا مش مستنيك انت ما تحاسبني كايمن او اي مسؤول، انا بحاسب نفسي. انا حاسب نفسي انا ايه اللي كنت انا دايما ما بحبش اتكلم، احنا كنا زمان ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. والمفترض المفروض يعني المفترض انك بتلعب مباراه النهارده اول حاجه بتحاسب نفسك، انا غلطت كم مره وغلط ليه، وايه التمريرات الغلط دي، تحاسب نفسك وتشوف انت قصرت في ايه. مش يعني ما فيش اجهاد النهارده، هو في اجهاد النهارده، وكنت يعني معلش ما كانش في منافس اساسا عشان في اجهاد، بالعكس انت اللي مصعب الامور على نفسك. ده انت لو لعبت يعني لو المباراه النهارده كلها لعبتها يعني بتستلم وتسلم شكلك هيبقى كويس، شكلك هيبقى هايل النهارده، مش هيبقى عليك خطوره، وشكلك هيبقى كويس، والكره قدامك في رجلك، خطوطك كلها متقاربه النهارده. انا في ناس لعبت وخرجت انا ما اعرفش عنها حاجه،
لا لا ما اعرفش والله ما اعرف انا حاجه يعني معلش مع احترامي كل بيلعبوا النهارده انا اللي عرفتهم النهارده بيلعبوا هو ديانج عشان احرز الهدف ورامي ربيع اكثرهم حماس والراجل عايز يلعب وي وي بس حتى اللعيبه اللي كنا مستنيينها تلعب او المفروض بجد المفروض تلعب مش موجود محمد محمود ده فين اللي لعب ماتش وبعدين تحس ان هو اختفى ليه هو فين متولي فين ما الناس دي هي الناس دي لازم تلعب دي هي الناس دي موجوده لازم تبقى موجوده يا ايمن يعني زي يعني عجبني كبشير في كلمه قالها حلوه قوي قال لك يعني الناس المجهده بتريحها هي اللي بتغيرها يعني سيب ما كنا بنتكلم انا وانت وعادة تقريبا بنتكلم كان لسه الشوط ما ظهرش ما بداش يا سيدي سيب محمود وحيد يلعب المباراه كلها هو مش عامل مشاكل مش فورمه عاليه مش كويس لكن مش عامل مشاكل ما فيش مثلا الهجمات من ناحيه الشمال مكسره الدنيا ما فيش حد بيروح المقص راحت عليك بايه اوفرين وكره ثابت اللي كان سيب بيتكلم عليها اللي كانت منك مشكله بس قادر مقص فحتى لو انت بتدي واحد مباراه سيبه يلعب المباراه كلها لكن اما اجي اشوف الناس الثانيه لا ده انا في اولويات عندي محمد محمود لازم يلعب النهارده وليد سليمان مش عيب ان ياخد 35 دي في الاخر هيعملك شغل كويس جدا زياد طارق انا توقعت من الشوط الثاني هياخد الشوط كله هيلعب لانه الواد خامه نظيفه ولعيب كويس وعنده امكانيات وعنده مهارات هيعمل فرق وعايز يلعب بتبنى وعيه اللعيب نفسه ولعب يعني الناس اللي لعبت ما ينفعش عاده تاني يا ايمن في ناس بتمنى انها تلعب يعني انا دايما بقول محمد محمود ده انا عايز اشوفه في الملعب كتير ربع ساعه في نص ساعه في شوط لانه لعيب كويس كويس جدا كمان والحمد لله مفيش اصابه ليه ما ياخدش فترات النهارده ويلعب ليه يبعد وليه بدي معلول انا مش محتاج على فكره انا ولا محتاج علي معلول ولا محتاج حمدي ايه عملوا لي الاثنين ولا حاجه خالص بالعكس ما كانش في خطوره عليك خالص مفيش حاجه خالص يا ايمن بالعكس النهارده يا سلام كويس اول معلول ريح اتفرج على الماتش وقاعد مريح الحمد لله نفس الكلام عند حمدي لكن كونه انه بيسخن وبيحط رجله في الملعب ضغط بالظبط انت حته حتى الراحه والريكفري بتاعت النهارده راحت منه راحت ونزل في وقت كمان وقت مش يعني وقت مش حلو ليك انت شكلك مش حلو يعني حتى لو عايز تلعبه تلعبه في شكل حلو لكن ادي الناس اللي عايز دايما بدي لعيب الكوره اللي عايز يثبت نفسه اللي عايز يبقى كويس اللي عايز يقول انا اهو الناس اللي بره دي انا قلت لك عليها اسميها كده بالترتيب دي انا وجهه نظري انا ممكن ابقى غلطان طبعا كل الاحترام لريكاردو لكن دي الناس اللي عايزه تلعب فتخيل دايما دي لو اخده والله لو اخد خمس دقايق هتحس ان هو نازل عايز يقول انا اهو انا عايز العب انا موجود انا عايز ابقى بص لعبت النادي الاهلي انا محتاج فرصه انا عايز فرصه يعني كلنا بنشيد بوليد لما نزل ماتش الزمالك وليد 37 سنه مش محتاج يعني يثبت نفسه مش محتاج يقول ان هو كويس الراجل نزل مش ممكن تحس ان هو يعني اول مره يلعب عايز يقول انا كويس بس ده وليد ده عايز يثبت نفسه وليد بس ده وليد نوعيه ثانيه يعني وليد متعود على نوعيه ثانيه خالص هي حياته كده وليد بس انا بتكلم ان ده نموذج مثال قدامك فادي الناس اللي عايزه تبقى موجوده ادي الناس عايز تلعب ما اديش واحد اديته فرصه واثنين وثلاثه وما استغلهاش يبقى مش مشكلتي مشكلته هو بقى خلاص انا اديت اسامه فرصه ماشي الثانيه الثالثه طب ما ينفعش مظبوط ما انا عايز حد تاني ما في عادل مستني وعايز يلعب وانا شايف كده ان ده لو اهتميت بيه وديت له ربع في نص هطلع لعيب كوره نادي اهلي اللي هو عايز يلعب عايز يلبس تيشيرت النادي الاهلي انا بتكلم عليه انا تيشيرت غالي قوي ولازم اللي يبقى ينول الشرف ان يلبس تيشيرت ده يبقى قده ما يضيعش وقت ما يضيعش ماتش في 90 دقيقه مش هتجيلك تاني ما هي مش هتجيلك تاني انت بس حظك النهارده اني بس في اصابات كتيره وكده والماتشات سهله انما لما الفرقه تجهز ان شاء الله تخش الفورمه بتاعتها كويسه هتتمنى تجيلك الفرصه دي طب انا ليه اندم على فرصه كانت في ايدي والمشكله ان الفرصه بتجيلك في مباريات سهله يا ايمن لعيب الكوره اما بيطالع او عايز يثبت نفسه دايما بيبقى محتاج حاجتين محتاج ان فرقته تبقى كويسه اولا اللي كان بيتكلم فيها عادل خالص في الاول ومحتاج ان المنافس ما يبقاش قوي عشان هو حتى صح. يبدا يلعب يبدا يظهر بيحب يبقى ياخد كل حاجه سهله يعني ياخد حاجه سهله زي ما يكون بيتعلم واحده واحده فانا ابدا بالسهل ما ابداش بالصعب صح. هي دي اللعيبه دي كده ده الفكر اللي لازم يبقى موجود ارجو النهارده ان اللعيبه اللي كانت في الملعب تعرف النهارده لا اداء وحش ثلاث نقاط الحمد لله مبروك احنا لسه موجودين وان شاء الله
الدوري ده ان شاء الله نركز ان هنكسب الدوري يا رب، بس لازم ناخد بالنا ان شكلك يبقى كويس. صح. حظك انك بتلعب الفرقه اللي فاتت والفرقه بتاعت النهارده فرقه متواضعه مش هتحرجك، لكن عندك بعد كده والسبت المقاولين متعادل النهارده وفريق مش سهل بيعرف ينظم كويس وعنده لعيبه كويسه، وعايز يخرج من وعايز يخرج من الدوامه اللي هو فيها دي، فهتلاقي برضو تركيز، هتلاقي شكل دفاع كويس، هتلاقي فيه صعوبات. الماتشين اللي فاتوا انت ما عندكش صعوبات. انا دايما ببص اللي بقى انا ما يهمنيش السهل والله يا عم، انا دايما ببص للصعب. مظبوط. انا بس بتكلم كده عشان انا خايف من اللي جاي. صح. انا ما يهمنيش النهارده، النهارده عدى الحمد لله 3 نقاط، بس انا دايما مظبوط خايف من اللي جاي. خايف من اللي جاي ليه؟ عشان انا مش مطمن. انا بقلق لما بلاقي الشكل كده، بقلق. لازم شده، في حاجه اسمها شده انك تكسب الدوري. صح. لازم توصل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. صح. لكن 3 نقاط الحمد لله مبروك، ويفكر ان شاء الله في مباراه السبت ان شاء الله رب العالمين. صح. الحمد لله طبعا على 3 نقاط. اذا كانوا الكابتننا الكبار بيتكلموا بحرقه، بيتكلموا علشان مصلحه النادي الاهلي، وعشان اللعيبه دي اخواتنا، ولادنا بحكم السن. احنا يعني اتعجلنا في النادي الاهلي وبنموت في النادي الاهلي، فاحيانا المنظر ما بيعجبناش من الاخر. يعني بنقول لا، المنظر لازم يكون افضل من كده، المستوى لازم يكون افضل من كده، وخصوصا ان الامور مهيئه. يعني الامور مهيئه لبعض اللاعبين. النهارده مفيش ضغوط جامده قوي عليك، بتلعب فرقه زي مالو كباتن يعني على اداه، مع الاحترام الكامل هندعمك ونفضل وراك، لان ده طبيعي، احنا كلنا اهلاويه وعايزين الخير للنادي الاهلي، وعايزين النادي الاهلي يمشي كويس على طول، بس عايزين الصوره تتغير. يعني انا مش شايف اسباب للظهور بالمستوى ده، وخصوصا الشوط الثاني. انا شفت بعض يعني اللقطات الشوط الثاني لما بتتقطع مننا الكوره، شفت ردود او المردود بتاع بعض اللاعبين في الملعب، انا عن نفسي ما عجبنيش. فاحنا من جوانا يعني كلنا حرقه وكلنا زعل ان الصوره بالشكل ده. لا، احنا عايزين احسن من كده. زي ما قالوا الكباتن، يعني الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا 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 وحاسمه. حاسمه. انت خلاص في العد التنازلي، زي ما قال الكابتن اسامه، انت في ال 100 متر الاخيره. ال 100 متر الاخيره لا، محتاجه بقى الشده. او ال 25 متر الاخيره. انت داخل على 10 ماتشات خلاص. فاللي جاي ده زي ما قال الكابتن علاء صعب. كابتن شريف قال اللي جاي اصعب. طيب، بس انت في الامطار الاخيره لازم تدوس. لازم. كابتن ايمن، اسف للمقاطعه. احنا ياما الناس كلمونا. أيه. كباتن الكبار طبعا احنا كنا بنبقى مش متظبطين وواعيين والدنيا ما احنا ما كناش. يعني انا بقول لكم بصراحه، كانوا بييجوا يقول لنا ويكلمونا ويقولوا لنا اعملوا كذا وناموا بدري، وكنا بنستقبل النصيحه والكلام من ده، لان دي حياه يعني. واحنا الغرض من الكلام اللي ده النادي الاهلي، ان احنا بنكلمكم زي ما بيقول ايمن، انتوا اخواتنا، يعني احنا عايزينكم في ازهى صوره. طبعا عايزينكم تكسروا الدنيا. واحنا عندنا يعني احنا بنتكلم على احنا عندنا في حياتنا غير اهالينا وولادنا والمقربين لينا، عندنا في حياتنا حاجه اغلى من النادي الاهلي؟ مفيش. وانتوا بتمثلوا النادي الاهلي، احنا وراكم، ولكن كل واحد يعني لازم يقف مع نفسه. يا جماعه بكلم اخواتي اللعيبه، لازم كل واحد يقف مع نفسه. الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا. دورك انت، معلش مع احترامي للناس كلها، مع احترامي الجماعه اللي بتتكلم على الجهاز الفني، لا، دورك انت اكتر من الجهاز الفني في الفتره اللي جايه، وشفناها في اجيال كتير جدا 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 في النادي الاهلي. انت اللي ليك الكلمه العليا الفتره اللي جايه، انت اللي هتفرض بادائك، بروحك، بتصميمك، بتركيزك، بشخصيه النادي الاهلي، شخصيه لعيب النادي الاهلي، انت اللي هتفرض رأيك على كل دول. انت اللي في الاخر لازم ان شاء الله بإذن الله تاخد بطولة الدوري العام، تاخد بطولة كاس مصر،
تاخد بطوله السوبر. جمهورك مستني منك كده. احنا جمهورك. انا بكلم لعيبه النادي الاهلي، احنا جمهورك مستنيين منك كده. وتقدر تعملها. بس لازم تقعد مع نفسك. تقف مع نفسك واقفه كده شويه. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انا عملته غلط؟ انا النهارده ليه اديت كده؟ الفتره اللي جايه ما تستحملش ابدا عدم تركيز، عدم اصرار، استهتار، لا ما تستحملش. ما تستحملش اي اخطاء، ممكن اخطاء وارده. اخطاء وارده، ولكن تتعلم من الخطا. لازم تعرف ان وراك حاجه كبيره جدا 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 اسمها جماهير النادي الاهلي. لازم تعرف ان انت في صرح عظيم ومنظومه رياضيه من احسن المنظومات الرياضيه في الايه في المنطقه تضاهي الفرق العالميه. ايه اللي ناقص؟ يعني احنا بنقعد نسال نفسنا ايه اللي ناقص؟ انا من وجهه نظري مش شايف ناقص حاجه. دورك انت في الملعب، انت اللي ترد، انت اللي ترد. ولازم كل واحد زي ما بيقول الكابتن علاء والكابتن شريف ان انا ببقى طالع من الملعب عارف انا مقصر، انا قصرت، ببقى مش طايق حد يكلمني لان انا عارف ان انا مقصر او ان انا ارتكبت اخطاء يعني مفيش داعي ان انا ارتكبها، مش عارف ارتكبتها ازاي. يبقى الماتش اللي جاي لا، اللي انا عملته خطا المره دي اتعلم منه. الماتش اللي جاي حاجه ثانيه. الماتش اللي بعده حاجه ثانيه. اهم حاجه انا من وجهه نظري ان يعني النقطه الايجابيه النهارده ان احنا خدنا الثلاث نقاط والحمد لله رب العالمين مفيش حد اتصاب. دي من ايجابيات ماتش النهارده. ولكن اللي جاي اصعب. اللي جاي لازم يتغير الشكل. ودي مهمتك انت كلاعب. فاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هقول لحضراتكم احصائيات المباراه. برغم من عدم الظهور بمستوى يعني جيد، نادي الاهلي نسبه الاستحواذ 35%، المقاصه 35%. التمريرات الصحيحه نادي الاهلي 464 من 549. نسبه التمريرات المئويه النادي الاهلي 85%، المقاصه 72%. محاولات على المرمى نادي الاهلي 4 من 12 بين 3 خشبات يعني، والمقاصه 1 من 5. العرضيات النادي الاهلي 24، مصر مقاصه 7. ركنيات النادي الاهلي 9، مصر مقاصه 3. تسلل في زيرو على النادي الاهلي، المقاصه 2. كابتن اسامه، من وجهه نظرك يعني ايه اسباب الظهور بالمستوى المتواضع ده النهارده؟ لا هو المستوى ده بقاله فتره، مش النهارده. النهارده جزء من ماتشات كتيره فاتت، قلنا الكلام ده في الاستوديو اللي فات وماتش الزمالك وماتش بيراميدز واللي قبله، بقالنا فتره في الحاله دي. لكن هي الفكره زي ما احنا قلنا اول البرنامج وانت قلت اول الاستوديو وانت قلت برضو دلوقتي، انك انت ما بقاش في وقت انك انت يعني ايه تخاطر انك يروح منك نقط. يعني انت خسرت كاس مصر، دلوقتي قدامك دوري وكاس، فلازم تاخد الامور بجديه غير طبيعيه. حتى لو ادائك وحش، طبعا التمريره دي عملها قفشه في اول مباراه لكريم فؤاد، بس هو يمكن الاستلام بعد شويه وكان المفروض يواجه وجهه وش رجله لتحت. كنا احيانا كتير بنلجا للكره الطوليه دي، لكن احيانا بتنجح احيانا ما بتنجحش. فبقولك الوقت خلاص، يعني انت قلنا بنفنش ال 100 متر الاخيره، فالنقطه هيبقى ليها حساب. كونك تخسر يعني رغم انفك، يعني غصب عنك، يعني انت عملت كل اللي عليك وخسرت، ده موجود في كره القدم وطبيعي. لكن ما تبقاش انت مقصر او ما بتاديش كل اللي عليك وبعد كده لما اجي اخسر ابقى زعلان. هي دي النقطه، يعني دي ده الفرق. في فرق بين ما انا هادي اقصى طاقه ليا واقصى اداء ليا على قد ما اقدر، مش ضروري كل ماتش يبقى ممتع يعني، خاصه في الوقت ده، لكن ما اقصرش. هي الفكره النهارده انك انت الشوط الاولاني جبت جون و
اديت اداء احنا قلنا انك لازم تقرص اكتر الشوط الثاني عشان تجيب الجون الثاني وتنهي الجيم لان الفرق دي لما الوقت بيطول معاها والنتيجه قريبه 1-0 تخش في الجيم وفعلا جالهم اكتر من كره خطر، رغم انه في مجمل الماتش طبعا النادي الاهلي حقه انه يكسب اللقاء، وطبعا الكره دي كريم عدى كويس قوي وهي كره الهدف احمد عبد القادر ديانج عملها كويس احمد عبد القادر حاول انه يخترق عشان يسدد لف لما لقى صعوبه لف ولعبها ديانج ببطن رجله حطها كويس يعني. فانت الشوط الثاني هديت قوي بدرجه انك انت ما بقتش رمضان مصطفى حارس مرمى المقصه. الشوط الثاني تقريبا لم يختبر يعني، انت المفروض العكس انت تبقى اشرس. ماتش الجونه الشوط الاولاني احنا قلنا كنا مسيطرين ولكن الاداء ما كانش فيه شراسه، جيت في الشوط الثاني وخاصه قبل الجونين من الدقيقه 60 كده بقيت في كثافه في الهجوم لانك كنت لسه متعادل وعايز تكسب. اذا انت قبل ما تجيب الجون في ماتش الجونه في اخر 25 دقيقه كنت ضاغط بشده غير طبيعيه. النهارده هديت لدرجه انك انت ابتديت تدخل لعيبه المقصه للمباراه. ايوه والكره الاخيره اللي هي الاوفسايد على احمد منعم اللي هو السرد باك، يعني الحمد لله ان هي نص خطوه او نص متر اوفسايد، طبعا اوفسايد 100% الدقيقه 90 اللي هي الفاول اللي اتلعبت وجت جون لان النتيجه قريبه. لكن انت لو كنت جاي في الجون الثاني كان الموضوع بالنسبه له خلاص، هو عارف ان الموضوع مستحيل وهيأدي واجب زي ماتش الجول كده لكن انت فضلت 1-0 ومش قارص يعني عدد قليل اللي مطلع اقصى جهد ليه في اللقاء. يعني ما يعني في مثلا ديانج بيحاول على قد ما يقدر، في رامي ربيعه بيحاول على قد ما يقدر، دي كره يمكن اللي اتصاب فيها محمد الشناوي بس اعتقد ان دي كدمه يعني ان شاء الله تبقى اصابه خفيفه ان شاء الله، بس هم ممكن يكونوا يعني ريحوه علشان الماتشات اللي جايه ان شاء الله. ربنا طبعا يشفيه ويرجع باذن الله رب العالمين في الماتشات الجايه ان شاء الله. فانت دخلتهم في الماتش وخطرت. لما انا بكون عايز احافظ على 1-0 في شكل بالاستحواذ بالتمرير بانك انت قريب من نص ملعبهم، لكن انت ابتديت تخش في توتر وهم ابتدوا يتجرأوا يعني دقيقه عن دقيقه وعملوا بعض المحاولات اصلا مش خطيره قوي ولكن كان ممكن تحصل فيها تعادل. انت الشوط الثاني هديت قوي، وبعدين انا قلت لك من الشوط الاولاني في ناس عامله جهد زي كريم فؤاد ولكن الكرات العرضيه مش مظبوطه. نفس الشيء استمر الشوط الثاني، من الطرفين بتعدي المناطق خطر جدا والكره العرضيه ما بتبقاش مظبوطه او مشتركه بطريقه صعب تجيب فيها جون، يعني صعب تعمل فرصه خطر. انت مجرد انك انت بتوصل ثم كرات عرضيه تاثيرها ضعيف. الكره اللي قبل الاخيره ايمن دي مهمه جدا 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 زي الجون. صح. هبص نفس الشيء، الكور معظمها بتتلعب باستعجال ورعونه، لكن الكره اللي قبل الاخيره دي مؤثره جدا في الفينش، انهاء الهجمه في انهاء الهجمه. أيوة. فالاداء ده لابد ان اللعيبه تاخد درس منه، انه الماتشات الجايه مش هتستحمل كده انك تفضل مدخل الفرق معاك في اللقاء، يعني لازم يبقى في شراسه اكتر من كده. الاصابات اللعيبه المؤثره اللي اتصابت وقعدت وناس بدلاء بتلعب، الفرص مش هتفضل مستمره. مفيش وقت اعتقد في تاريخ النادي الاهلي او من اللي احنا زي ما كنا بنلعب او بعديه او اللي احنا شفناه ان الفرص بتتوالى على بعض اللاعبين اكتر من مره ان هو يبقى متواجد، ان هو يبقى على قد مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي، ولكن ما زال في لعيبه مش
يا اما بقى هي امكانياتها كده، يا اما هي مش مقدره حجم التيشيرت اللي هي لابساه. لا بس هل فرص بعد بعض اللعيبه يا كابتن اسامه فترات عن المشاركه بسبب الاصابه، بسبب غيابات، بسبب ان المستوى ما كانش يعني يخليهم يبتدوا المباريات، يعني بسبب اسباب فنيه قصدي يعني. ماشي اذا كان ممكن لما ترجع بعد فتره برضه هتاخد وقت عشان توصل لمستواك تاني. ايمن في بعض الناس طبعا ممكن يكون الاصابه اثرت، ممكن يكون عدم اللعب الكتير احيانا اثر، ولكن في برضه عدد كبير مش قليل خد فرص اكتر من مره في 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 اكتر من فتره، فلابد اني ابقى ماسك في فرصه بايدي واسناني، يعني لازم احسس الجماهير وكل من ينتمي للنادي الاهلي ان انا استاهل المكانه دي، او استاهل النص ساعه اللي انا خدتها دي، او استاهل الشوط اللي انا خدته ده، او استاهل الماتش ولا الاثنين ولا الثلاثه اللي انا خدتهم. فلازم يعني نمسك في الفرصه بكل ما اوتينا من قوه. فاتمنى الاداء بالذات في الشوط الثاني ما يبقاش كده، في الفترات اللي جايه لازم تكون التشبث بنتيجه اللقاء وانك تكسب كل الماتشات اللي جايه وما تخسرش ولا بونت ان شاء الله، عشان تبقى منافس بقوه ان شاء الله على بطوله الدوري العام يعني. باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رايك في اداء النادي الاهلي النهارده؟ يعني خلينا يا كابتن بقى نتكلم في موضوع غير الاداء بقى، يعني خلينا نتكلم ايجابي بقى يعني شويه. ازاي؟ انا عايز اتكلم بايجابيه شويه. ماشي. بمعنى ايه؟ لما تكون انت شفت الامور واصله معاك لمرحله في الوقت ده انك مش قادر تجيب المستوى، ها؟ يبقى انت تفكر قدام. كويس. وتفكر وانت في الحالي وقدام المستوى. خلينا نفكر دلوقتي، عشان تفكر دلوقتي تعمل حاجه واحده بس. ايه؟ انك تكون واقعي. ماشي. في اخطاء كتير. انت بتتكلم على الجهاز الفني ولا على اللعيبه؟ انا بتكلم على كله. ماشي. في اخطاء كتير ادت انك انت وصلت اني انا بلاعب فرقه النهارده، مع احترامي للمقصه، فرقه ظريفه للغايه، فرقه اصلا مسلمه ان هي خلاص بتنزل، بدليل ان جابت مدرب درجه ثانيه اللي هو هيلعب بيهم الدرجه الثانيه، مش هو درجه ثانيه. انا بتكلم هو هيلعب بيهم الدرجه الثانيه. لان هو مشهور بالدرجه الثانيه، بيعمل نتائج كويسه. فلما يجي هو يجيبوه وانت تعمل معاهم النتيجه دي، في علامه استفهام. ما هي علامه الاستفهام؟ عشان نبقى نوضح بس للساده المشاهدين، في فروقات كبيره قوي ما بين لعيب الاساسي في النادي الاهلي والاحتياطي في النادي الاهلي. كنا بنقول كتير قوي وبنكذب نفسنا ان هيتحسنوا، انه هياخدوا فرص ويبقوا كويسين. لا، هم الصراحه بيضيعوا وقتهم بمعنى، وبيضيعوا فرصهم. يعني انت دلوقتي بتديني ايحاء او بتديني سلاح ان انا اقول لك انت لا كفايه. انا من وجهه نظري، انا ما بتكلمش بلسان حد، انا بتكلم بلساني انا كراجل مشجع للنادي الاهلي اولا، اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا في الوقت الحالي يا كابتن بقول انه يجب على لعيبه النادي الاهلي تاعي انها في خطر. انا ماليش دعوه بقى بالدوري، ماليش دعوه بقى بالاداء دلوقتي، لان تعبنا كلام انك ارجع موت نفسك اعمل. احنا وقفنا جنبك كتير، وانت وقفت جنب ما وقفتش جنب نفسك. احنا وقفنا جنبك كتير، حتى الجمهور وقف، وهنفضل واقفين برضه. لا هتفضل، بس خليني بس اكمل فكرتي يا كابتن. ايوه. اصل انا النهارده افتكرت ان انت بتدخر جهدك. المشكله ان ده اكتر حاجه انا بتكلم في اداء النهارده اليوم. الايام اللي جايه انت تدور على شعره. انا ما بقولكش مسلمين، بالعكس. لا لا لا، انا هلعب طول الوقت. طبعا طبعا، ده من زعلي انا بقول الكلام ده كده. ايوه، وانا يؤسفني ان انا اقول الكلام ده. انا في مشكله كبيره، في فجوه ما بين اللاعبين اللي بتنزل تاخد فرصه
واللعيبه الاساسيه. يعني انا عمرو السوليه مثلا انا احترمه طول الوقت، عمرو السوليه مات لعب، مات اداء، ادانا كتير قوي. عمرو السوليه ادانا الفتره دي كلها، كسبك كتير، اشتغل معاك 3 سنين. حمدي فتحي خلينا ندي الكل، علشان مش عايزين نحبط لعيبه، لعيبه كويسه ادت وبتادي وبتموت نفسها. ديانج، محمد الشناوي، يعني ما تجيش تقول لي الشناوي يخطا خطا واشيله، لا، محمد الشناوي 3 سنين افضل حارس مرمى في مصر، وانا بقول الافضل هو دلوقتي كمان بغض النظر عن كره ولا اتنين، واكثر لعيبا ثباتا كمان، واكثر لعيبه لعبت مباريات السنه دي يا كابتن، يعني لعبوا كتير قوي، واحسن لاعب في افريقيا، واحسن لاعب في افريقيا. يعني مش عاوزين نجلد نفسنا، لا، وعندنا لاعبين كتير قوي. علي معلول فتره قديم بقاله، انا بقول ان علي اداك حاجات كويسه قوي كنادي اهلي، احنا محترفين. يعني عايز اقول انه 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 ان المحترف لازم يدينا على طول الفترات الكويسه. ايوه، عندك مثلا ايمن اشرف احيانا اداك كتير، عندك محمد عبد المنعم لما جبته صفقه كويسه. خلينا نتكلم في الايجابيات اللي اتعملت السنه دي والسنين اللي فاتت. حاجه تانية عايز اقولها لك، ايوه، انت ما فشلتش الفشل الكامل بقالك 4 سنين، ده انت بالعكس، انت داخل امتحان خدت منه 8 من 10، نجحت فيه 8 من 10، انت فاهم؟ ايوه، لكن عندنا خطا، خلاص هنصلح الخطا اللي هو الاثنين. انت بتديني ايحاء دلوقتي ان انا غير لاعبين كتير، يعني اي واحد مش عادل ولا اي حد يبص كده يقول لك اكيد الاداره هتشوف، اكيد الناس اللي مسؤوله عن الكره في النادي الاهلي هتشوف، هتغير اللاعبين اللي لما تجيلهم الفرص ما بياخدهاش. يؤسفني ان انا بقول لك يا كابتن احنا كنا من انصاف فرص تلعب، ده كان المدرب بيتلكك للاعيبه ان هم يطلعوهم بره. يعني كان يتلكك لك يقول لك لا انت شكلك تعبان النهارده عشان يلعب الاخر، عشان الاخر يكسر الدنيا. لكن في الاخر احنا بنتكلم ان الموضوع احنا في خطر في الوقت الحالي، الدوري في خطر، بكلم اللاعبين، انت المباريات القادمه مباريات صعبه، واحنا في اخر خطوات الدوري، تلاقي الفرقه اللي بتنزل والفرقه اللي بتحافظ والفرقه اللي عاوزه تحافظ على مركز وتحسن مركز هتبقى المباريات اقوى. لو دخلنا المباريات بالشكل اللي احنا داخلينه ده لا، في خطوره. علشان كده انا عاوز المقاتل جوه الملعب، لان انت لو اتكلمت على مستوى كلهم زي بعض، انا بتكلم على اللي بيلعبوا في الوقت الحالي. يعني النهارده اتكلمنا على الراحات اللي خدها حمدي فتحي وخدها علي معلول، وبعدين نزلوا، بعدين بنزلوا مع فرقه، يعني مش عارف اقولها لك ازاي، لكن يريحوا احسن. بس هل انت فعلا خايف من مقص بالمستوى ده؟ انت فاهم انا عايز اقول لك يا كابتن، ليه ما كملتش انك تخليهم بره عشان تريحهم؟ هل انت خايف او شايف حاجه غلط في الملعب عايز يعدل؟ ما هو ده اللي انا بقوله لك. يعني انت خايف من ان اللي في الملعب عندك ما يقدروش على دول؟ هنا بقى المشكله، هنا بقى الفكره اللي انا عاوز اقولها لك. انا اتمنى ان دايما يبقى الاحتياطي زي الاساسي، لان طول عمرنا كده، لان الانديه الكبيره كده. انت عارف النادي الاهلي لعب اكتر من الانديه في ال3 سنين من انديه مصر كلها متكامله، بمعنى مظبوط ان 3 سنين ان النادي الاهلي بيلعب اكثر من الانديه الاخرى. عارف بكم مباراه في السنه يا كابتن؟ بخش لك في 12 مباراه وبتوصل لحوالي 7 ادي 19، وبتلعب لك 3 في كاس العالم 22، بتلعب لك ازيد من اي فرقه 22 25 مباراه. وبعدين ايه؟ مش 25 مباراه مباريات ضعيفه. انت في مباراه، يعني مثلا انا لما العب النهارده مع المقصه بمستواها ده، ها، غير ملعب مع مثلا مازيمبي. ايوه، هناك مثلا. احنا عايزين نوضح بس للساده المشاهدين يا كابتن عادل حته الفروقات بين المباريات وبعضها. كابتن عادل يقصد ان النادي الاهلي بيكمل في افريقيا لحد النهائي، فبيبقى ليه عدد ماتشات بياخد الطب، يعني بياخد اعلى نسبه من المشاركه في افريقيا، غيرنا ما بيكملش، بيطلع من الادوار الاولى. فاحنا فارقين على الاقل لحد المباراه النهائيه، بتتكلم على
ست او ثمان ماتشات مثلا. انت ثلاث ماتشات دول في ثلاث مواسم دول يا كابتن. انا فاهم. انا هوضحها. في الثلاث مواسم انت لاعب اكتر من الانديه المصريه، لان بالظبط انا اوصفها لك ببساطه. كل نادي بيلعب 34 اسبوع في الدوري. بيلعب مثلا حوالي 13 مباراه عقبال ما يوصل للمباراه النهائيه في افريقيا، او 14 مباراه. انت فاهم؟ في الانديه المصريه ما عدا مثلا بيراميدز بقى لها سنتين بتروح للنهائي، وصلت للنهائي مره. ففي ناس بتطلع، الزمالك مثلا طلع من اول الدوري. انت بعدها عندك دور المجموعات، بتبتدي من الاول. رايح جاي، وبعدين بتكمل بعد كده السيمي فاينل، وبعدين الفاينل، وبعدين بتروح كاس العالم. بتروح كاس العالم للانديه. ما انا بتكلم اللي عايز بقى اقوله لك. فاينل وبعد كده. ايوه اللي عايز بقى اقوله لك يا كابتن. خلهم خمسه بقى كابتن. اللي عايز اقوله لك انه هو مش عدد مباريات بس. ايوه انت بتتكلم في سفر. مظبوط. وبتتكلم في مستوى. يعني مثلا عشان الناس تفهم الامر، الساده المشاهدين يفهموا الامر، انا احيانا في مباراه زي النهارده ممكن اجري 9 كيلو. انت فاهمني؟ ايوه. لكن في مباراه زي مازيمبي ممكن اجري 12 كيلو. أيوة. 13 كيلو. اقدر ان انا العب من غير ضغط عصبي في مباراه زي المقصه، لكن اقدر العب في المباراه اللي دي بيبقى في ضغط عصبي قوي. أيوة. فده لود على اللاعبين. ففرقه النادي الاهلي خاضت التجربه دي ونجحوا. وانت وصلت انك انت تالت عالم، ودي مش سهله. انت لما تاخد تالت عالم مرتين ورا بعض، وبعدين تلعب فاينل بقدره قادر ان انت لازم تخسر الفاينل، ودي حقيقه. رغم ان يعني انا مش عاوز ارميها على 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 الناس، بس يعني ممكن يكون اللعيبه كمان ما ادتش في الفاينل الوداد، لكن انا بقول لك كان مطلوب انك تخسر الوداد. ثلاث بطولات انت بتلعبها ورا بعض. انا مش هتكلم على اجهاد، انا ما بقولش اجهاد عشان الناس بس تفهمني ان انا ما بقولش اجهاد، لكن بقول ايه؟ انك انت لما توصل للناتج اللي انت عملته كنادي اهلي، عامل الناتج الكبير ده، ها؟ وتيجي في اخر شهر، انت عارف في يناير انت نسيت كاس العرب، ونسيت كاس افريقيا، ونسيت تصفيات كاس العالم. لا ده كمان المباريات الدوليه دي اللعيبه، وانت بتبقى اكتر لعيبه عندك. 12 ماتش. 26 مباراه. لا انا بتكلم على افريقيا. ما انا اقول لك كده، 26 مباراه لاعبها لاعبي منتخب مصر السنه دي في بطوله عربيه، بطوله افريقيه، وتصفيات. 26 مباراه. لكن اللي انا عايز اقوله ايه في الاخر يا كابتن، انت يعني من يناير، انت من يناير كنت ماشي كويس قوي. أي. لما وصلت للاجهاد وموسيماني، لازم نبقى صراحة، مش لازم نقول يعني لازم ندي لكل واحد يعني حقه تماما. موسيماني قد ما فادك قد ما ضرك. خلي بالك أدرك إزاي موسيماني بلغة كرة القدم. موسيماني واخد فرقة من فايلر. أنا ليه بقول على فايلر كان مدرب قوي. المدرب القوي يا كابتن اللي يعمل لك إيه؟ عارف المدرب القوي يعمل لك إيه؟ يعمل لك أساس لتيم قوي. زي فايلر لما ساب له موسيماني، ساب له جيم تيم قوي. موسيماني سايب للراجل ريكاردو تيم مجهد، مش كله في مستوى واحد. هي دي المشكلة الكبيرة في النادي الأهلي، إن مش كل اللاعبين في مستوى واحد. طيب تعال نشوف بعض الحالات يا كابتن عادل، ونشوف خلينا نكمل هدف يا كابتن. ما أنت كملت يا كابتن عادل، والله كملت علينا. فهنشوف بعض الحالات. دي كرة ثابتة ركنية من النادي الأهلي، ركنية ضد النادي الأهلي. ماشي. دي في الشوط الأول. كمل. النادي الاهلي كله جوه. الناس الماتش تقول لي حلال شريف. النادي الاهلي كله جوه ال 18. والنادي الاهلي قطع الكوره، والنادي الاهلي انتشر بسرعات. كويس؟ بسرعات. دي اللي احنا شفناها ده. كويس. كريم فؤاد ده الهدف. كويس؟ ده الهدف يا كابتن اللي جه. عمل سبرنت يعني 10 على 10. كنا بنتمنى انه يكون موجود طول المباراه. كريم فؤاد عمل سبرنت. يا ريت نرجع سمير تاني. عمل مجهود جامد هو بصراحه. يعني دي تعمل على طول في الزاويه دي. نرجع تاني. هو اللي عمل ده. انا بقى بعدلك الامر. صحيح. كان عنده تو اوبشن، هو يحط الكره دايركت اول ما تجيله من غير ما يوقفها. لما دخل عليه وقفلوا عليه اللعيبه، راح راجع وفكر نعمل اسيست لاي حد جاي، فلقى قدامه ديانج
اللي اتصرف من 20 متر زي ما انت شايف كده ببليسنج، هو متعود على الكره دي صحيح، وعنده ثقه ان هو يحطها. جابوا لنا قبل كده بالطريقه دي في نادي الزمالك مش 5-3. السبرنت ده اللي لازم يتكافئ، دي المكافاه بقى بعد السبرنت ده، عمل فيها مجهود كبير جدا كريم فؤاد. فين بقى كل ده كابتن ايمن؟ من بعد ما جبنا الجون ايوه، انسى كل اللي حصل ده، ادي ثلاثه هم واقفين على ال 18 واربعه جوه، عندهم الرغبه في الاداء وعندهم رغبه في التهديف. أيوة. بعد ما جبت الهدف ده يا كابتن بهذا الشكل اللي هو يدل على شراسه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي بيطالب انه بالثلاث نقاط، بعد كده رجعت الفرقه كلها بتلعب بختك ابو خيط، اللي هيجي لي هتنفس فيه، اللي هيبقى سهل عندي عايز لما حد يوصل ناحيه اليمين يلعب الكره مطرح ما انا واقف، ما باخدش الخطوتين اللي قبل الباك، يعني كل واحد لو بياخد خطوتين قبل الباك هنا يبقى عنده الافضليه. بص ديانج واخد القرار من قبل الكره ما تجيله، هو الراجل والراجل الحقيقه لما لف دفع عليه وشافه حطها له كويس بالقوه اللي هي يقدر الثاني رد الفعل بهذه القوه. كان هدف يمكن من اجمل حاجه في المباراه. ماشي، بص بقى على تحركات ديانج خلال المباراه. بلاي ميكر النهارده هو اكتر. بص ديانج بيعمل ايه، استلم وطلع كره ناحيه اليمين ومكمل لقدام. بص استلامه ورؤيته، يعني راجل واقف على حيله وشايف الدنيا فيها ايه. ايوه كابتن علاء، اعتقد ان ديانج يعني من النجوم، لو قلنا نجوم يعني هيبقى نجم. هم مفيش غير اثنين، ديانج ورامي ربيع، يعني ما شفتش حد ثاني فعلا. على على حسب مستوى المباراه نفسها اعتقد ان ديانج ورامي اللي يخليك دايما يادوا بالاداء ده حاجه بسيطه جدا. مركزين كويس قوي في المباراه. صحيح. لو شفت لو في كاميرا قريبه تجيب وش ديانج او وش رام ربيعه، اتنين مركزين قوي عايزين يخلصوا المباراه بسرعه وعايزين في 90 دقيقه يعملوها صح زي ما طلب منهم. ايوه هو ده بيفرق من اللعيب واللعيب، هي دي الفروقات البسيطه جدا اللي بتخليك انت في الملعب كويس، تخليك مركز كويس قوي، مش عايز تغلط، متضايق ان الكوره تقطع منك، عندك غل، عندك واشمعنى ديانج اللي بيجري كل الجري ده؟ يعني اشمعنى جبنا الشويه دول على ديانج؟ عشان هو ديانج عايز 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 يكسب، عايز يبقى كويس، عايز يبقى كويس هو. يعني هما حاجتين، حاجه شخصيه لي هو، وحاجه عشان النادي الاهلي والفريقه كله. لو كل واحد عمل كده انت بتتكلم في موضوع منتهي تماما. يعني تخيل لو كل لعيب عنده عقليه ديانج، انا عايز ابقى كويس وعشان الفرقه فريق النادي الاهلي تكسب. تخيل بقى لو ال10 لعيبه فكروا نفس التفكير ده، تتكلم في موضوع وفي مستوى تاني خالص. لكن هو مش كلام، يعني هو اللعب مش كلام بس. ايوه ما كانش في حد، يعني ما كانش في حد غلب زي ما بيقولوا. يعني بص الاوقات اللي بتلعب فيها كوره بتروح واحده وتانيه تقطع منك، هي دي بتبوظ شكلك. صح. يعني حته الحرص، الحرص الكوره ما تقطعش مني طول ما الكوره معايا. على فكره حتى لو الاداء مش حلو قوي انا ما عنديش مشكله، مش قلقان. اللي بيخلي شكل اداء وحش حتى الناس لحد كبير تتضايق، بتقطع منك الكوره، ما بتكملش الهجمه، شكلك مش حلو. حتى ما تكون الناس الاجهاد والمباريات كتير قوي اللي انت لعبتها اللي بيتكلم عليها عادل دي، انت تظهرها على نفسك. يعني انت في انت في مقدورك تلعب اسهل كره ممكنه، تحس ان انت واقف فت ولا تعبان ولا مجهد ولا حاجه، لكن في نفس الوقت بتعمل الصعب فتبان ان انت تعبان. ونرجع نقول عشان انت عملت اشتراكات كتير في مباريات والمنتخب منتخبات وكده، انت اللي بتحدد انت ايه شكلك. بص يا كابتن، ممكن يعني نجيب اللقطه دي تاني بعد اذنك. بص يا قشره، لما نزل في نص الملعب عشان ده محمد مجدي يا ايمن، ما احنا كلنا في الاستوديو مجتمعين، حتى بلال ما موجود مجتمعين ان ده نوعيه لعيبه امكانياته كده. سبحان الله كل واحد ليه امكانياته. أي. ده امكانيات لعيب في الثلث الاخير لازم يبقى بوشه شايف اللعيبه كلها بيلعب معاه، بيلعب صح، ما بيغلطش كتير. بص نقل الهجمه دلوقتي من قفش. بص الرؤيه ونقل الهجمه. والدقه في التمرين. استاذ محمد مجدي والدقه والكلام ده. بص المساحات اللي سايبها لك فريق مخصص. صعب تغلط يا ايمن، عشان كده انا النهارده يعني مش متعصب، متضايق انك بتغلط مع فريق سايب لك الملعب تماما. يعني انت بتعمل اخطاء، يعني اخطاء ساذجه بيقولوا، انت مش مضطر تعملها، لكن انت بتعملها عشان حته انت مش مركز، مش مدي المباراه قيمتها. ايوه يا عادل، عايز تقول حاجه؟ وهقول لك عاوز اسال ليه؟ ما انا هقول لك ليه. بص عارف يا ايمن، في اوقات يعني اوقات بسيطه جدا، بس برضه هو هي عقليه لعيب او عقليه فريق.
لما بتجيب هدف بدري بتبقى نقمه عليك، وده الأسوأ. يعني عادي بيقول لي ليه عشان انت جبت جول هدف بدري، هدف بدري مع فريق ما عملش عليك حتى ردة فعل، سايبك زي ما هو في حته بص الكره دي كابتن معلش برضه في بعض الحالات برضه لازم نقف عندها شويه. هقول لك حاجه، دي بص حسام حسن عارف ما شايف الكره عايز يعملها بشماله بس المسك لحقها وطلعها كره. يعني بص يا ايمن، مباراه النهارده مباراه سهله جدا، بص مساحات زي ما تحب، حتى دي توقيفه غلط اتلعبت، اربعه وثلاثه واقفين على خط واحد زي ما ولا باصين لها ولا شايفين حد اساسا، والكره مشيت هنا ليه؟ اللمسه جول، اول لمسه جول. لا هو ليه الاستلام؟ هو سيبها قدامك، خد مسافه لنفسك وشوف. ليه برضو دي؟ ما هي ايوه هو ده بقى اللي عاوز نتكلم عليه. لا حتى لو مش استلمها لجوه لازم يستلم لبره. لبره شويه. ايوه بالظبط. بص يا اسامه، هي عارف يا اسامه اسهل حاجه هو ليه ايه؟ عشان ما البس سيبها، هتاخد وقت اكتر، هتبص حتى على الجول تعمل اللي انت عايزه، انما دي جابت لك المدافع وجات على شمالك. يعني بص يا اسامه، هو كله قرار وكله تركيز، انت مش مركز، انت مش مركز. اعتقد الكره دي لو يعني فيها سهله جدا على فكره يا جماعه. انت بتلعب عشان جول. هي سهله يا كابتن شريف. انا بلعب عشان دي. ما هي عايز اقول انا بس هو في سؤال، هو ليه المستوى كده؟ ايه اسبابه؟ يعني هل روح ولا هل اللعيبه؟ لا يعني لا عاوزين نتكلم فيها ازاي يا كابتن. انا عاوز افهم، يعني مش معقوله دي روح لعيبه النادي الاهلي. في حاجه حشاهم، ايه هي؟ ده اللي بنبحث عنه. حاجه يعني ما افتكرش ان اللعيبه ممكن تكون روحها كده. ده تعلموا الروح من لان دول من اللي فرحونا من قيمه شهرين، دول من اللي جابوا لك بطولات، مش دول برضو؟ ولا مش كانوا موجودين؟ كانوا نفس اللاعبين. طب ليه بقى دلوقتي؟ ايه السبب؟ هو ده اللي احنا بنبحث عنه. صحيح صحيح. طيب كابتن شريف، لو تطرقنا لرجل المباراه، زي ما قلنا ديانج النهارده هو العمود الاساسي في المباراه كلها، وهو اللي جاب هدف الفوز. وجنبه طبعا شايف ان ربيع بيكرر نفس الاداء والروح. ربنا يطمنا على الشناوي. اعتقد انها كدمه، يعني هي خبطه في القايم. اعتقد انها كدمه. يا فشل خضينا. بس هي خد بالك، يا فرصه لحاجتين. يا فتح الشناوي ود علي لطفي. المباراه النهارده ايمن متاحه، تعمل فيها كل حاجه. صح. بس ايه؟ انت اللي صعبتها على نفسك. كل حاجه النهارده كانت متاحه، لكن مع 1-0 احنا حتى كنا يعني قلقانين اساسا. طيب لو انا رجل المباراه، هو انا النهارده لا يعني كل التحيه لديانج ورامي، ما اقدرش اقول واحد من الاثنين، لكن لو واحد بس ابقى ديانج عشان الهدف، لكن رامي النهارده ممتاز زي المباراه اللي فاتت بالظبط. كابتن اسامه، نفس الموضوع. هو فعلا ديانج ورامي احسن اثنين في اللقاء، بس ديانج على اساس انه جاب الهدف وكان عامل سيطره واستحواذ كبير في الشوط الاولاني تحديدا اكتر كمان، ما اخطاش تقريبا في الحق. يعني هو كان اكتر واحد جريا احرز الهدف، فهم فعلا اثنين، بس اديها لديانج. كابتن عادل، اكثرهم روحا هو ديانج غير ادائه، فعشان كده انا ديانج اتمنى ان اللعيبه كلها تبقى في روح ديانج وفكر ديانج. العقليه بتفرق يا جماعه، العقليه بتفرق والله يا والله ايمن. مظبوط. ديانج من اقوى لعيبه الكره اللي جت مصر. صح. عقلي يعني عقلاني جدا. بيعيش اللحظه ان هو راجل محترف. لا صح، محترف. مظبوط. العقليه بتفرق ايمن، عقليه اللعيب بتفرق في الملعب وبره الملعب، مش الملعب بس. حقيقة. كمان حقيقة يا كابتن. صح. اتمنى ان اللعيبه يعني يبقوا زيه. صحيح، دي حقيقه. انا بضم صوتي ليكو، وطبعا ديانج ورامي ربيعه كانوا مميزين النهارده، ولكن ادي صوتي لديانج. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. انتظرونا.